اتعلمت ده بشكل حقيقي من الدكتور اشرف زكي. كنت بشوف انماط حقيقه الامر، كنت بشوف انماط انا يعني استحاله يعني اخرج لهم نتعامل مع بعض في اي عمليه فنيه. فلقطت منه فكره ان انت ازاي، ودي بقى طبعا يعني التنميه او التدريب اللي بيخليك ازاي تكتشف في شخص جوانب ايجابيه فيتطور فينجح. وانا بشكر دكتور اشرف حقيقه الامر انه فتح طريق لناس كانت شايفه ان الموضوع بعيد جدا وهو المهرجان. والناس اللي شايفه، انا مؤمن جدا بالكلام اللي قاله حسني شتا، رغم ان هو ممكن يتاخد شويه في اطار الهزار، بس انا مؤمن جدا بيه، لان لو احنا تعاملنا على ان المهرجان عادي او ميلتنا عاديه او كان شكسبير تعامل كده، ما كانش بقت روميو وجولييت القصه الرومانسيه البسيطه هي خالده. احنا عاملين مهرجان مهم جدا، دعمنا فيه ناس مهمه جدا من لجنه التحكيم وجهات مهمه جدا، صدقونا الناس وصدقونا زمايلنا، فجوم اشتغلوا لحد ما الحمد لله بقت في ناس بتاخد فرص يعني حقيقيه مهمه. واحب اشكر الناس اللي سندت المهرجان، مش كونها لجنه تحكيم، لا، كانت واقفه في المهرجان لجنه تحكيم وبتحاول تجيب دعم للمهرجان.